هذا حلو البصال وهو على ما تشوف اللي يرجع قلبي 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 طالعي يمكن تسوي رايلك بعد انت طالعي ان شاء الله ليش لا بعد نتعلم منك اتعلمي طالعي يلا شو هذا ها هذا شو بصل وفلفل احمر وفلفل اسود وفلفل اسود وابزار عربي وزيت ابزار عربي ومره ومشوف عليه بعد شوي خل احن حن هذا اللحم بسم الله الرحمن الرحيم زين من ينافس خالد حريه بالطباخ والله انا ما بدي حمري هذا سوق وكل من يعني تبين الناس كل يقولون طباخات حرية لها في طبابيخ وايدين غيري أنا لكن واحد من ضره على طبخة وتعود عليها في العيد ولا في مناسبة ولا في عزيمة ولا غيره قال طباخي فلان عقب ما حطينا اللحم الحين شو الخطوة الثانية الحين حطينا اللحم والدهن الدهن تحت والدهن تحت واللحم مبهر زين مودم ببهاراته أوكي مودم ببهاراته الأولية ها أوكي هاي البهارات تحطها أول شيء هذه مودم ببهارات الحين غطي الحين بنغطي الحين غطينا وهذا نترياه تقريبا كم 10 دقائق لغايه ما نترياه بعد نطبخ 10 دقائق يحمر اللحم وبنشب على الجدر زين هذا الحين بصل شوي والدهن فاضي كله فوقها نعم فوقها الحين اوكي طماطم الحين احمر طالعي الحين قفشتين بعد المميز عندك مو بس الاكلات الشعبيه بعد المطبخ اللي انت يعني الديكورات الموجوده هنا في المطبخ اللي شفناها برا على الصور اليلسه العربيه كلها شعبي كلها شعبي اللي عايبني الشعبي الحين شوف احمر عقد عليه احمر طماطم الحين هذا طماطم زين خالد ابو محمد الناس يعني يعرفونك طباخ ويعرفونك رئيس رابطه المشجعين ويعرفونك يمكن يشوفونك في مشاركتك في البرامج التلفزيونيه او في المسلسلات او في الاغاني لكن ما يعرفون خالد حريه الاب في بيته في عيلته في اجواء رمضان كيف تكون اجواءه؟ والله الحرمه طول الله عمرك انا مدلع عندك يصير لي هذا من 20 سنه عندي يود هذا 20 سنه عندي يود كسترها وكرمل والقيمان من هني والمضروبه والخبيص والعصيد والبرياني والهذا وش حقه؟ اليوم الله قال لا تصرف لا تصرف ولوم البحر تغرف قال لا تصرف لوم البحر تغرف وان الله لا يحب المصرفين وان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وش حقه؟ من دامني انا اطبخ وجذور عندي بعد في تطبخ في البيت خساره؟ لا انا ما قاصر مني شيء لكن لا اخاف من رب العالمين اني اسوي شيء واشبه في الزباله زين يوم تكون انت وياها ياسين في البيت مثلا انت ما في ميه في المطبخ منو يطبخ انت ولا هي؟ لا معلم منها عندي هبه زوجتي هبه طبعا سمع ما شاء الله ام محمد وصارت طباخه شاطره الحين الحين ملح هذا بقدر هذا الملح يا ود عندك صبر شوي علي طالعي 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 تعلمي سبحان الله انا بعد حي ولا ميت بالله الله يرحم حريه علمها لا طول عمر لك ان شاء الله شوفي العيش ودن مره ودن قدامك مره الحين هذا العيش طبعا عيش ابيض زين وطحنا وخلصنا من العيش الابيض والعيش البرياني حبه حيه وحبه يعني ما تقولي ميته ما بك ما بلين حتى اني بيشرب من ايوه بيشرب يعني من البرياني يعني ما ينطبخ على ما ينطبخ البرياني ما ينطبخ مثل المكبوس لا المكبوس انكبس اما هذا لا تكون حبه واقفه أيوة. لا انها يابسه ولا انها لينه لانها بتشرب من المصالة الموجودة في هذا الحين نحن الحين احنا هذا خالص ايوه شوف احنا هذا لحمنا خلص نعم جاهز هذا الخضار الحين بحطيها العشاء بس قلب يا فضل شوفي نبا نبا مع الريحه
نعم هذا ناضي الحين لحم. تصور قاعد في الجدر، هاي قاعد في الجدر الحين، شوف حتى ان العيش ما يلصق في الجدر. ايوه تفضلي. جايب العيش الحين من هذا. اساعدك؟ تعالي حطي. حط هذا اللحم، طالع لحم البرياني يعني. وهذا بصل. بصل وزبيب. زبيب مقلاي. هذا مقلاي. هذا الحين بعطيه. احلى شيء زبيب. اي نعم. لا هذا هذا من لزوم البرياني. تفضل يا حلو. هذا الجدر مال مارو 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 على برياني حرية مارو السحرية. ابو محمد يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.